في منتخب مصر؟ عارف القايمة كلها ولا أقولها لك؟ لا أنا يعني عرفت بعض طيب هي قدامنا القايمة، هتلاقي ناس معاك دلوقتي. ياسر على طول، ياسر عاصم بيحط لنا أربع حراس مرمى موجودين زي ما أنت شايف. شوفي إكرامي، أحمد الشناوي، علي لطفي والمهدي سليمان. خط الدفاع علي جبر وحازم إمام وسعد الدين سمير وحسين السيد وحمادة طلبة. وسط الملعب صالح جمعة ورمضان صبحي، طبعا صالح جمعة استبعد خلاص، رمضان صبحي، عمر جابر، احمد توفيق، مؤمن زكريا، ابراهيم صلاح، محمود كهربا. الهجوم عمرو جمال ومحمد حمدي زكي وباسم مرسي واحمد حسن مكي، دول المحليين على مستوى المحترفين. محمد صلاح، طب خلينا نشوف فايل، بس خلينا نمشي مع ياسر واحده واحده. دول اسامي لاعيبه منتخب مصر المحليين المنضمين لمنتخبنا القومي. ده خط الوسط، خط الهجوم أربعة. يعني عمرو جمال مختفي بقاله فترة كبيرة، كان مصاب ما لعبش آخر ماتشين مع النادي الأهلي. نفس الكلام حمدي زكي من ساعة الاتحاد ما طلع من الكاس وهو مش موجود. أحمد حسن ميكي بيلمس مع الزمالك آخر ماتشين، هو الوحيد اللي في الصورة باسم مرسي. لكن في لعيبة محترفة طبعا هتنضم مع منتخبنا، وهو محمد صلاح من روما الإيطالي، نني من بازل، احمد حجازي فيورنتينا، عبد الشافي اهلي جده، رامي ربيعه المنتقل الحديث النادي الاهلي، تريزيجيه المنتقم الاهلي لاندرلخت، وكوكا راس حرب. هي دي الاسامي اللي مستر كوبر واخدها. خلينا نشوف انت رايك ايه في القائمه ككل، وناخد بعد كده خط خط مع بعض. يعني لا، هي القائمه يعني منطقيه، يعني هي فيها قناعات وفيها لعيبه بتلعب وفيها لعيبه متواجده على الساحه بشكل كبير. يعني هو قناعاته مقتنع بتريزيجيه، عنده اقتناع بعمر جمال، عنده اقتناع بكوكا، عنده اقتناع مثلا بصالح جمعه مع استبعاده. يعني هو مستر كوبر بيعتمد على قناعاته للعيبه ومدى امكانياتهم، حتى بغض النظر عن الفتره اللي ممكن اللعيبه تبعد فيها. يعني عمرو جمال بقاله يمكن ماتشين ثلاثه بس، انا كنت على علم ان هو ممكن ان هو هينضم لمنتخب مصر. يعني هو الراجل مقتنع بيه، عنده قناعه تامه بيه. لكن يمكن بس الوحيد اللي فيه عليه تعقيب هو محمد حمدي زكي. يمكن انا ما شفتوش مع المنتخب الفتره اللي فاتت. يمكن عمرو كان موجود، باسم موجود، مكي موجود، كهربا موجود، كل اللعيبه دي معظمها كانوا موجودين المباراه اللي فاتت. فهو الراجل امكانيات اللعيبه بالنسبه له، هو اللعيبه دي عاجباه او هو مقتنع بيهم. انما محمد حمدي بغض النظر بقى بيلعبوا، بغض النظر هم بيلعبوا ما تريزيجيه بقاله فتره كبيره ما بيلعبش، وبرده كان موجود زي ما قلنا. عمرو جمال برده بقاله فتره كبيره، احمد حسن مكي ما فيش يمكن لعب فتره قليله الفتره اللي فاتت. لكن حمدي زي محمد حمدي زي محمد حمدي زكي، يمكن هو يمكن يعني انا ليا تعليق، هو بعيد شويه، بعيد كتير، ما كانش موجود في منتخب مصر في المعسكرات اللي فاتت، ما لعبش بشكل اساسي او حتى كان بينزل. لما يتم استدعاءه من الاتحاد حتى المباريات الوديه للعيبه اللي خاضها منتخب مصر. طب ياخد مين؟ يعني انت كلامك شايف ان انت في تحفظ على اللعيبه دي شويه، مين اللي كان في رايك ممكن يكون موجود مع المنتخب؟ القائمه دي 27 او 29 لعيب تقريبا؟ 23. دي 23 دلوقتي؟ متهيألي ده اعتقد ان هي اكتر من 23. 30 لعيب. يعني في سبعه، في كمان يعني في كتير هيخرجوا من القائمه. هو يعني مش يعني ناس من اللي احنا بنقولها اعتقد ان هي ممكن تخرج بره القائمه. لكن هما دول الموجودين على الساحه بشكل عام. يعني هما دول اللعيبه اللي ممكن ياخدهم، يعني دي اللعيبه المستمره مع منتخب مصر. مع يعني مع طبعا القيل والقال حسام غالي وعبد الله السعيد وليد سليمان طبعا بعد كده ما تاخدوش في المنتخب، لكن هي دي اللعيبه اللي ممكن او اللي هو بيفكر فيها، وممكن الراجل يكون بيفكر في المستقبل مين كمان ممكن يكمل معاه الفتره اللي جايه. لان المباراه اللي جايه هتبقى في السنه الجايه، يعني خلاص في شهر 3 اللي جاي تقريبا 2016. هو بيفكر مين اللي ممكن يستمر برده معاه. العناصر الشباب مش بس العناصر اللي بتأدي في الوقت الحالي او اللي هي متعلقه بشكل كبير في الوقت الحالي، وبرضه بيفكر في المستقبل. وعنده سنتين تعاقد، عنده لعيبه المفروض هتكمل معاه الفتره اللي جايه، فيمكن العناصر الموجوده دي العناصر اللي هو مقتنع بيها واللي شايف ان هي ممكن تكمل معاه بعد كده. طيب يمكن كابتن بلال يعني قال حاجه على حسام غالي وعبد الله السعيد. يمكن هو دايما دلوقتي الاسئله، يعني سبحان الله لما كان حسام غالي معاكم في المنتخب الناس كلها تقول لك واخدين حسام غالي ازاي ومستواه يعني مش قوي. دلوقتي حسام غالي بقى كويس، بقى بره المنتخب. هي وجهات نظر يعني، كل شويه وانتوا والمدير الفني هو اللي يعني بيشيل هو الليله كلها. لو كسب يبقى كويس، ولو وحش بيقعد يقول له اشمعنى واشمعنى. شايف استبعاد حسام وعبد الله السعيد يعني رغم تألقهم الفتره اللي فاتت، يعني شايفه ازاي وجهه نظرك انت كنت مدير يعني مدرب عام لمنتخب مصر؟ انا شايف يعني باحسن حالات طبعا لحسام غالي وعبد الله السعيد في الفتره اللي فاتت انا شفتها، بالذات عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يعني انا من فتره طويله ما كانش المستوى المطلوب بالنسبه له في مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، بس في الفتره اللي انا شفتها في الفتره الاخيره مع ماتشات الدوري وماتشات الكاس وماتشات بتاعه افريقيا، لا متميز جدا.
فعلا حسيت ان عبد الله السعيد عايز يرجع وعايز يبقى ليه دور اساسي في المنتخب وفي النادي الاهلي، يبقى يرجع لمستواه. كنت اتمنى ان هو يبقى موجود، يعني هو انا شايف كان لازم يبقى متواجد معاهم في مع مستر كوبر في الجهاز اللي ضمهم اللعيبه الموجوده. وحسام غالي طبعا خبره كبيره قوي وليه دور كبير قوي، ومن الفتره الاخيره برضو الراجل قال عندي لعيبه كتير في مكان، عندي ابراهيم صلاح، عندي احمد توفيق، عندي النني، عندي يعني عنده اسامي كتير، طارق حامد عنده الحاجات. بس انا شايف حسام غالي العنصر مهم جدا في المنتخب دلوقتي، كابتن ليه دور اساسي مع المنتخب في احسن حالاته، متميز جدا في الفتره الاخيره. وبعدين احنا دلوقتي احنا نشوف العناصر اللي جابها مستر كوبر، عنده يعني هو بيعمل طبعا بيعمل للجيل الثاني، يعني اللي بيبقى فيه فعلا هيكله للمنتخب في صف اول وصف ثاني للمنتخب، عشان يبقى فعلا فتره المنتخب فتره طويله اللي جايه دي دلوقتي لازم يبقى فيه كذا عنصر موجود. يعني حسام ممكن يبقى شايف، يعني حسام غالي الدور بتاعه دلوقتي مش موجود، هو شايف الايه الفتره اللي جايه يبقى فيه بالنسبه لابراهيم صلاح والنني بالذات هم دلوقتي الشباب والحاجات. بس لا انا يعني الماتش اللي جاي خبره، محتاج خبره كبيره قوي، وحسام غالي كان يبقى ليه دور فعال مع المنتخب في الماتش اللي جاي. بس طبعا هي طبعا تحترم طبعا مستر كوبر، هو شايف هو القرار بتاعه. بس كنت اتمنى ان هو يبقى حسام غالي وعبد الله السعيد كانوا موجودين معاهم في مع المنتخب. بلال، يمكن المنتخب ده او الجهاز الفني ده الماتش اللي فات مع تنزانيا ما خدش تقريبا ولا لعيب من النادي الاهلي، ودايما يعني فتره كده بيطلع ان يعني الراجل ده مش ميال قوي لعيبه النادي الاهلي، وانه بياخد لعيبه الاهلي ما بيلعبهاش او ما بيبقاش معتمد عليهم زي الاول. هل هي انت شايف ازاي المقوله او الكلام اللي بيتقال جوه النادي الاهلي او المحبين للنادي الاهلي للموضوع ده؟ بس يقول لك اسامه نبيه بيأثر عليه اصله زملكاوي، كلام يعني ساذج جدا لكن بيتقال. يعني انت شايف النهارده بيضم 7 من النادي الاهلي موجودين في المنتخب القومي، شايف كوبر اختياراته عامه، طريقته، ادارته للماتشات، ادارته للفريق ككل، كلامه واحنا وهو بيتكلم شايفها ازاي؟ شوف انا يعني يمكن علاقتي بالراجل قريبه شويه، يمكن اعرفه يعني أو بتكلم معاه كتير يعني وهو الحقيقه هو عنده فكر يعني عايز يطبقه وعايز ينفذه هنا في خلال فتره ادارته للكره في مصر. بس انا هرجع واخد بس من كلام كابتن عبد الستار موضوع حسام غالي وعبد الله السعيد ووليد سليمان. هي الفكره كلها ان هو الراجل يعني هو عايز يلعب بمين؟ هو شايف ان هو بيلعب بابراهيم صلاح والنني، دول افضل اثنين لياقيا تمام وامكانياتهم الدفاعيه اعلى بكتير جدا من امكانيات حسام غالي. هي برضو عشان يعني حته الفرق، هو ليه ممكن ما بياخدش حسام غالي مع ان حسام غالي متالق تمام لكن هو شايف ان النني وابراهيم صلاح دول اثنين عندهم لياقه بدنيه اعلى، امكانياتهم الدفاعيه اعلى بكتير جدا من حسام غالي، وهو عنده في الناحيه الهجوميه عدد كبير، عنده محمد صلاح بيلعب بيه، عنده تريزيجيه، عنده ضم رمضان صبحي، عنده مؤمن زكريا، وعنده الفراود، عنده باسم مرسي، وعنده عمرو جمال، وعنده كوكا، وعنده احمد حسن. فعنده هو عايز يعتمد على اثنين قلبين دفاع بيلعبوا بنسبه 80% نواحي دفاعيه تمام. فهو بالتالي شايف ان حسام غالي ممكن ما يكونش دوره موجود معاه الفتره اللي جايه دي، بالاضافه ان طبعا برده حسام برده من اللعيبه اللي عندها خبرات، بس هو يعني كبير في السن، ممكن من وجهه نظر انا بتكلم من وجهه نظر مستر كوبر يعني ان هو ما يقدرش يكمل، مع ان حسام غالي زي ما قال عبد الستار في افوا حالاته من وجهه نظري ان هو حسام غالي يمكن يعني ايام ما كان معاكم في المنتخب ما كانش في الحاله دي فنيا يعني بالظبط كده. بس انا شايف انا يعني هو في احسن حاله دلوقتي مش مختلفين خالص يعني شايف ان وجود انا بكلمك على فكره على دماغه هو مش هو الفكر بتاعه، شايف ان عايز اثنين ديفندرين جامدين يعني حسام غالي ممكن يبقى بلاي ميكر شويه يعني هو مش محتاج يدافع بشكل يعني امكانياته الدفاعيه عاليه قوي. هو شايف ان ابراهيم صلاح والنني افضل اثنين موجودين في مصر في الحته دي، هم يقدروا يؤدوا الدور ده فبالتالي هو اختارهم. حسام غالي موجود في المنتخب يبقى لازم يلعب، ده وضع طبيعي. فهل لما حسام غالي لو انضم للمنتخب في الفتره الحاليه هل ممكن يقعد بره احتياطي او ممكن ما يلعبش او دي برده فيها كلام كبير، فيها علامات استفهام كتير قوي يعني. لكن فكر الراجل وطريقه اختياره للعيبه وهو ازاي عايز يلعب باي طريقه دي، هو بيفكر بشكل مختلف شويه، ان هو عايز لعيبه تقدر تكمل معاه الفتره اللي جايه
العناصر اللي موجوده بالنسبه له، وبيشوف يعني بيقيمها. يعني عنده محمود المساعد بتاعه بيقيم اداء اللعيبه، الحاجات اللي تعرف بيعمل انالايزنج لكل اللعيبه في الماتشات، مين بيجري كتير، مين عنده ميس باس كتير، مين اداؤه عالي، مين اداؤه قليل، مين لياقته البدنيه عاليه، ممكن مين بيسجل اهداف، مين عنده امكانياته اعلى من امكانيات التاني. يعني بيختاروا اللعيبه بناء على تقييم فعلي، مش بناء على ان هو بيشوف لعيب ده باصه باصتين كويس او باصه باصتين وحشين. لا، الكلام ده مش، ما اعتقدش ان هو بيفكر بيه. ما بيقعدوا يحللوا اداء كل لعيب ويقيموا اداء كل لعيب من خلال اداؤه في الملعب واكتر من مباراه. فبالتالي وبيتم اختياره على هذا الشكل يعني.